أنا المصمم عمرو زهران، 28 سنة، خريج جامعة الألمانية بالقاهرة سنة 2011، خريج فنون تطبيقية قسم تصميم إنتاج. القصة دخلت فيها إن أنا كنت في الجامعة الألمانية، بدأت سافرت مع الجامعة رحلة كانت 2008، رحت في ميونخ اتفرجت على البي إم دبليو كان إزاي بيعملوا التصميمات وإزاي بينحتوا وإزاي بيرسموا الحاجة على واقع، وبدأوا ينحتوها على الكلي الأول، وبعد كده من الكلي بدأوا يعملوا الصبات بتاعتهم. قلت ليه ما أطبقش الكلام ده في مصر وأحاول أعمل أي حاجة او انا مش اقل مصمم من المصممين ديت، حتى لو انا مصري، مش عشان هم ايطاليين او المان، لا احنا برضو كمصريين ممكن نطلع حاجه زي كده. فمن هنا اتخرجت، وبرضو الموضوع بقى ايه بدا يخش في دماغي اكتر، ان انا عايز اعمل حاجه زي كده في مصر، يعني انا قافله معايا ان هعمل حاجه كده في مصر. فروحت الهيئه العامه للتنميه الصناعيه، عرضت عليهم الموضوع وقلت لهم ان انا هشتري عربيه وبالتكلفه، بس كنت خايف اخسر، يعني انا خايف اخسر ثمن الفلوس اللي هدفعها دي كلها ارميها في الارض. فحبيت اشوف ايه الخطوات اللي ينفع اعملها. طبعا الموضوع كان غريب قوي جدا بالنسبه لهم، لان مش هينفع مثلا عربيه موجوده ملهاش ملامح، ملهاش مين اللي عامل ماركتها ايه ديت الحاجات دي كلها، فطبعا قانونيا ما تنفعش ومروريا ما ينفعش ان هم يعملوا حاجه زي كده. والموضوع اتقفل من هنا. هو نزلت كنت طبعا مكتئب الفتره دي شويه، ومش عارف طب انا الحاجه دي جوايا عايز اعملها، يعني هعملها ما اعملهاش، هخسر ما اخسرش. صليت صلاه استخاره وقلت بقى ايه اللي يحصل يحصل. صلاه الاستخاره بعد كده رحت للهيئه العامه للتنميه الصناعيه قلت لهم تاني انا عايز اعمل الموضوع دوت، قالوا لا مش هينفع. بعدين قلت خلاص انا هعملها هعملها. دي الاستنباط اللي انا عملتها للعربيه. هنا انا مثلا عندنا الحته الاولانيه بتاعت الرفرف بالداير بالحته بتاعت الكبوت، ومن هنا بدات ناخد الفواصل، ومن هنا بدات الاكسدام. هنا دي الحته الهوائيه اللي انا عاملها اللي لونها ازرق، ده الباب ودي الاوبرا بتاعت الباب. طبعا بعد ما نركب الكلام ده كله بنرجع نقطع تاني عشان اللحامات والكلام ده كله والمفارق. هنا برده ده الرفرف التاني بالباب التاني، وهنا دي الحته اللي ورا بتانك البنزين، هنا الحته اللي ورا الناحيه الثانيه الاستنباط. حصل معايا اي حادثه، حصل اي حاجه، هرجع للاستنباط دي تاني، هعملها صباها تاني وارجعها للعربيه تاني وارشها تاني. حبيت اعمل من العربيه دي عدد اكبر، ايا كان العدد اقدر اعمل العربيه تاني باذن الله. مش كنت عارف ان معرض فورمولا هو اكتر نسبه مشاهده وناس بتحب اللي بتحب العربيه كلها بتروحه، فعشان كده حبيت اعرض العربيه هناك. والحمد لله والدي هو اللي دفع برده مصاريف فورمولا كلها، والاستاذ احمد علام هو الاستاذ هاني خفاج، بس هما اللي دخلوني، هما اللي ساعدوني على القصه دي. تمام. خدت ايه في معرض فورمولا يعني، او الناس كان رد فعلهم ايه هناك؟ لا طبعا كان الموضوع كان غريب جدا، وناس مش مصدقه ان دي عربيه مصريه وبالمواصفات ديت، وفي ناس طبعا علقت على بعض التفنيش عشان انا ما لحقتش برده افنش في الاخر والانتيرير والكلام دوت. بس خلاص انا يعني شهر كده هاخد ريست بس شويه كده من الحوار، وهبدا ارجع اظبط الحاجات دي تاني عشان اوديها سويسرا باذن الله. كتير كلموني طبعا، صحفيين كتير جدا كلموني، حد عميد من عند اللواء عصفار كلمني وقال لي وخدت معاه ميعاد بالفعل، ومهتمين جدا بالقصه. الموضوع لا مش حاجه وهتنام، لا الموضوع هيتطور ان شاء الله باذن الله، وانا اللي هعرف اديها دي. يعني انا لو عايزين ياخدوا عينيا لمصر هديلهم عينيا، لو انا عايز بلدي تبقى احسن بلد.